قوات الأسد تقصف أحياء درعا بقنابل النابالم الحارق. القوات العراقية تصل إلى حي باب سنجار المحاذي للموصل القديمة. بعد قطع العلاقات الاقتصاد القطري نحو المجهول. أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم. استهدفت قوات الأسد أحياء مدينة درعا جنوب سوريا بقنابل النابالم الحارق تزامنا مع استمرار القصف على المدينة بحسب ما أفاد به الدفاع المدني السوري. وأضاف الدفاع المدني أن قوات الأسد ألقت عشرات قنابل النابالم على أحياء المدينة ما أدى إلى إصابة عشرة مدنيين على الأقل بجروح وحروق. أحكمت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على حي الرومانية الواقع غرب مدينة الرقة أبرز معاقل تنظيم داعش في سوريا بعد إعلانها السيطرة على حيي المشلب والسباهية وفق ما أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. وقالت القوات التي تقود الهجوم إن قوات غضب الفرات حررت الحي بعد يومين من الاشتباكات المستمرة وتمكنت من دخول الرقة من الجهة الشرقية والغربية. هذا وتواصل قوات سوريا الديمقراطية تقدمها في مدينة الرقة وتستمر في تمشيط حيي الرومانية والدرعية في حين ما زالت تخوض معارك عنيفة على محور حي الجزرة. مراسلتنا روناك شيخي رصدت الوضع الميداني ورصدت أيضا أنفاقا كان يحفرها داعش تحت قلعة هرقل التاريخية وأعدت التقرير التالي. نحن الآن داخل حي السباهية ضمن مدينة الرقة من المحور الغربي تحديدا. طبعا لا زالت الاشتباكات مستمرة على مدخل جزرة من ناحية السباهية. قوات سوريا الديمقراطية تستخدم تكتيكا مختلفا هذه المرة عن المعارك التي خاضتها سابقا، حيث تفتح ممرات ضمن الأحياء وبالتالي تطوق الحي ويتم تمشيطه والاستيلاء عليه. طبعا لا زالت القناصة منتشرة على أسطح المباني التابعة لتنظيم داعش بالإضافة إلى الألغام التي زرعتها، لذلك لا نستطيع التقدم بشكل أكبر داخل هذا الحي. الاشتباكات مستمرة. طبعا قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على الكثير من المناطق ضمن المحور الغربي منها الهجانة والفروسية التي كانت تابعة للنظام سابقا. أنا اسمي أبو القنديل، قنديل جريسبي. نحن هلا هون بسباهية والتي هي محررة بشكل كامل، ولقد دخلنا وفدنا من الجبهة الغربية وهي مفقع الجزرة، وحاليا خلصنا الدرعية كمان والاشتباكات مستمرة، والرومانية زاد خلصناها، والدواعش يعني ما عندهم هل القدرة الإمكانية ليكون قدامنا. اسمي أبو حسن، قائد عسكري في قوات جبهة الأكراد. أما بلشنا بحملة الرقة ربعة كمان، أخذنا الرقة أقل من ربعة كمان لسه، يعني عم نكمل، قواتها بشتغل جوا. هن الدواعش يستعملوا المدنية بحطوهم شو اسمه درع بشري، يحطوهم قدامهم درع بشري ما بخلوا المدنية يطلعوا لعنا. نحن الآن أمام قلعة هرقل، هذه القلعة التاريخية التي تطل على مدينة الرقة من الجهة الغربية. طبعا كما تلاحظون أيضا شيار، لو تسلط الكاميرا على الأنفاق، يتم هناك حفر أنفاق تحت هذه القلعة كان يستخدمها التنظيم لغرض القتال والدفاع عن نفسه، ولكن الآن باتت القلعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهي منشطة بشكل كامل. روناك شيخي لأخبار الآن من داخل مدينة الرقة. بعد هجوم هيئة تحرير الشام على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، خرج سكان المعرة وريفها بمظاهرة نددوا فيها بما سموه عدوانا على مدينتهم تحت عنوان الشعب أقوى منكم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يلا الحمد لله.
حوالي 1000 مدني أو يزيد تجمعوا هنا في ساحة المسجد الكبير في مدينة معرة النعمان بريف إدلب ليقفوا بحناجرهم أمام فوهات بنادق مسلحي هيئة تحرير الشام الذين اقتحموا مدينتهم مع ساعات إفطار 13 من رمضان. أدى المغرب صاح الله أكبر، ما سمعنا إلا على الأرض شغالة إنه مؤازرة على بيت العقيد تيسير. اتطوقت الحارة وقالوا يا شباب بدن ياخدوني، بكلمة يا شباب بدنا ياخذوني، نحن ما عنا سلاح، أخذت الجبهة لسلاحنا دورين ثلاثة، ما عنا سلاح باركين بايش بدنا نروح؟ قاموا طلعوا شبابنا هسا برا ونحن باركين، نحن مبالنا لعب علينا، ما حسينا إلا على القبضات. بقولوا الجبهة طوقت كل شيء اسمه بالمعرة، كل شارع بالمعرة طوقت، يا شباب خذوا حذركم ولا تطلعوا مؤازرة لأي شخص ثاني، لأن أنتم بدكم مؤازرات بمكاناتكم. بركنا للساعة 2 على الضبط ما سمعنا إلا الضرب، بده شكايات بالروسية لك أشو الضرب؟ أقسم بالله العظيم لا يوم تحرير وادي الضيف، لا يوم شلنا الحواجز بالمعرة لأن ما كان عنا أسلحة ثقيلة، أقسم بالله هذا ما سمعنا لا والله، بكل شيء اسمه تحرر بجبل الزاوي. البيوت علينا، القنابل المتفجرة هيك تفتح هيك وتنزل في الأرض. نساء ورجال من مدينة المعرة وريفها طالبوا بمحاسبة مسلحي الهيئة وقيادتها وطرد ما تبقى من حواجزها خارج المدينة بعد أن قتلوا خلال اقتحامهم 5 من أبنائها بين مدني وعسكري، ذلك فضلا عن إصابة غيرهم وترويع الآلاف من المدنيين بينهم 300 طفل كانوا على مائدة الإفطار ضمن احتفالية للأيتام. قتلوا ابنا، لحقوا بالهاية بالروسيات وصاروا يضربوا علينا بالشالكة وضربوا علينا بالروسيات، وصاروا يقولوا لنا انتم مرتدين، يا مرتدين يا خوارج، قلعوا من هون، اشو انتم جايين تعملوا؟ روحوا تستروا وروحوا تضبوا ببيوتكم، نحن ليش اشو شافوا مننا؟ نحن جينا لعندهم، شو لان اللي قتلوا اولادنا؟ قتلوا ابن عمي مثل الورد، قتلوا اخوي، قتلوا ابن عمتي اخوه كمان، صفوا وانتوا صفاي، والله هي العظيم ابنا وحياتي ما رحضوا يخلصوا علينا ولا يكون كلهم مطبوبين علينا وخلصوا بين إيدينا، إلا والله العظيم كانوا يصفوه، ما منشكيان إلا لا الله يروح. ليست هذه المرة الأولى التي تقتحم فيها الهيئة مدينة معرة النعمان التي تعطي ولاءها كاملا للجيش السوري الحر الذي ينتمي إليه معظم أبنائها دفاعا عن الثورة ومؤيديها. الهدف من المظاهرة إخراج جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام أو سميها ما شئت من المعرة، باعتبارها دخلت منذ يومين أو ثلاثة عند أذان المغرب وعند أفطار الصائمين وروعت الأهالي والمدنيين والناس الأمينين والأطفال والصغار وقتلت وأطلقت النار على المتظاهرين. واليوم خرج أهالي معرة النعمان ليقولوا لهم ارحلوا كما قالوا لبشار الأسد، ارحل من هذه المدينة الطاهرة العفيفة الثابتة التي وقفت في وجه النظام وقدمت الغالي والنفيس وقدمت الشهداء والمعتقلين ولا زالت إلى الآن تقدم. تحت مسميات عدة، مرة هيئة تحرير الشام وتارة جبهة النصرة وغيرها، يحاول من يتبنون فكرا متطرفا تغيير هوية مدينة المعرة وأبنائها الذين لم ولن يقبلوا بذلك كما يقولون. في العراق المجاور وصلت القوات العراقية المشتركة إلى حي باب سنجار المحادي للمدينة القديمة في الموصل من الجهة الشمالية، بينما لا تزال العمليات العسكرية مستمرة لاستكمال تحرير حي الشفاء المجاور. ونقل مراسل أخبار الآن عن قادة عسكريين في قوات الرد السريع أن القوات العراقية تتمركز حاليا عند حدود حي باب سنجار. اختطف تنظيم داعش 120 مدنيا من سكان حي الشفاء غرب نينوى أثناء محاولتهم الفرار من المناطق التي يحتلها التنظيم بحسب ما أفادت به مصادر محلية لوسائل إعلام عراقية. وأضافت المصادر أن داعش قام باقتياد المخطوفين إلى أماكن مجهولة بعد أن قام بتعذيبهم. وبالتزامن مع اقتحام حي باب سنجار تمكنت القوات العراقية من تحرير أجزاء واسعة من حي الشفاء المجاور للموصل القديمة، وكانت محاصرة داعش لمدنيين داخل المستشفى أهم أسباب تأخر التقدم في حي الشفاء. وسام يوسف والتفاصيل. هذا المبنى لكلية التمريض ضمن المجمع الطبي في منطقة الشفاء المحاذية للموصل القديمة،
إذ رافقنا أرتال قوات الرد السريع العراقية وهي تتقدم لاقتحامها. البناية اليسارك سيدي، هسه دخلنا عليها. البناية اليسارك واضح. مقاتلو داعش تحصنوا داخل هذه البناية واتخذوا من بعض المدنيين دروعا بشرية داخلها، حيث سعت القوات العراقية لتأمين خروجهم وتخليصهم من قبضة التنظيم. انتقلنا مع القوات العراقية داخل المبنى أثناء تحريره، فاستهدفنا داعش بإحدى مفخخاته التي تركها هنا محاولا تأخير تقدم القوات نحوه. لم يستطع مقاتلو داعش إصابة أحد من القوات العراقية أو المدنيين أثناء التفجير، لأن السيارة المفخخة تم اكتشافها قبل أن تنفجر. يعني مثل ما تشوفون احنا اليوم يعني ان شاء الله حررنا الزنجيلي وبدينا بالشفاء، والحمد لله. انشاء الزنجيلي كانت شويه صعبه، تعرف انت يعني شوارعها ضيقه يعني بيوتها متداخله، وكنا نطهر من بيت لبيت ويا العدو، بس الحمد لله ان شاء الله الشفاء يعني منطقه مفتوحه، وان شاء الله يعني ما يعني ان شاء الله ما نتاخر بها ونوصل لنهايه ضفه النهر. القوات العراقية سيطرت على البناية بشكل كامل في غضون ساعات وقتلت عددا من قناصي داعش، بينما انتقل القسم الآخر منهم إلى البناية المقابلة والتي ستكون الهدف القادم لهذه القوات في أثناء تقدمها لتحرير حي الشفاء. تنطينا أنه منطقة الشفاء بسرعة كبيرة أنه راح يصير تطهيرها أسرع مما محسوب لها، لأن اعتبار هذا التقدم هو من جنوب الزنجيلي باتجاه الشاطئ. قناصة فرقة الرد السريع اتخذوا موقعا متقدما باتجاه الهدف القادم، بينما قامت آلياتها بفتح الطريق الذي أغلقه مقاتلو داعش عبر وضع سيارات الأهالي في وسط الشارع. أما المقاتلون العراقيون فإن ساعات راحتهم يقضونها بتجهيز أسلحتهم والاستعداد للمعركة المقبلة بمواجهة التنظيم الإرهابي. فاصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. شنت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين غرب وجنوب مدينة تعز، ما أدى إلى انسحاب الانقلابيين من مواقع عسكرية عدة. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير جديد حول وضع حقوق الإنسان في اليمن عن اختطاف 1500 شخص منذ بداية العام الجاري حتى مايو أيار في عدد من المحافظات اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. عملية عسكرية واسعة شنتها القوات اليمنية أمس ضد مسلح جماعة أنصار الله الحوثيين وحلفائهم غربي وجنوب مدينة تعز. المتحدث باسم القوات الحكومية في تعز العقيد منصور سعد الحساني قال إن القوات الحكومية سيطرت على عدد من المواقع وتقدمت في منطقة الضباب وتبشعة غربي تعز، مضيفا أن قوات الجيش تتقدم أيضا في مديرية الصلو ومنطقتي الأقروض والشقب في مديرية المسراخ، إضافة إلى السيطرة على عدد من المواقع المهمة وتكبد العدو خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح. وخلال المعارك حققت القوات الحكومية مكاسب عسكرية وسيطرت على عدة مواقع من بينها مقر البنك المركزي وكلية الطب ومعسكر التشريفات وأجزاء كبيرة من القصر الجمهوري. وغير بعيد من ذلك وفي اليمن أيضا كشف تقرير جديد حول وضع حقوق الإنسان عن اختطاف 1500 شخص منذ بداية العام الجاري حتى مايو في عدد من المحافظات اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. التقرير أشار إلى أن عمليات الاختطاف طالت النشطاء والسياسيين والأطفال والنساء والعمال، مؤكدا ممارسة الميليشيات لشتى أنواع التعذيب في المعتقلات. كما شمل التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان لحالات القمع والاختطافات التي مارستها ولا تزال ميليشيا الحوثي خلال 5 أشهر من يناير حتى مايو الماضي.
انتقد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ما روجت له قطر من تفسير للمقاطعة تحت مسمى الحصار، موضحا أنها إجراءات سيادية من الدول المقاطعة ردا على تصرفات الدوحة في دعم التطرف والجماعات الإرهابية. وقال قرقاش عبر سلسلة تغريدات له على تويتر إن هروب دولة قطر للأمام عبر إعادة تعريف مفردات الحصار وحقوق الإنسان لا يغطي على قوائم الإرهاب وضرورة تفسيرها لها والدعم الذي وفرته للتطرف والفوضى. اقتصاديا، باتت مراكز الصرافة في قطر تعاني نقصا شديدا في تأمين الدولار الأمريكي، وذلك بعد تراجع الريال القطري في أسواق العملات. وتوقع المحللون تفاقم ضغوط السيولة في البنوك القطرية بعد إدراج السعودية والإمارات والبحرين ومصر العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، إذ أن تلك الخطوة ستفاقم من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة. أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر. وأضافت أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بمنع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام لا أساس له من الصحة. قرار الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين بإغلاق حدودها الجوية والبرية والبحرية مع قطر سيؤدي إلى وجود ندرة شديدة في السلع الغذائية سواء الاستراتيجية أو التكميلية، وفق ما أكد خبراء اقتصاد الذين أشاروا أيضا إلى أن الاقتصاد القطري سيتعرض لحالة اختناق شديدة خلال أيام قليلة بسبب قرار المقاطعة، حيث كشفت الأزمة الحالية عن مدى هشاشته. المزيد في التقرير التالي. قرار قطع العلاقات مع قطر من قبل عدة دول خليجية وعربية ستكون له تكلفته الباهظة على الاقتصاد القطري وعلى مختلف المستويات وفق محللون وخبراء ماليون. فقد أظهرت أحدث التقديرات والتوقعات أن شركة الخطوط الجوية القطرية قد تخسر ما يصل إلى 30% من إيراداتها، أي نحو الثلث، في حال استمرت الأزمة الراهنة بين الدوحة وجيرانها من الخليجيين والعرب. وقال تقرير لوكالة بلومبرغ إن أكثر من 50 رحلة يومياً تم إلغاؤها فضلاً عن تغيير مسار الرحلات التي لم يتم إلغاؤها، حيث لم يعد بمقدور أي طائرة قطرية التحليق فوق الأراضي السعودية أو الإماراتية أو البحرينية أو المصرية، وهو ما يعني أيضاً ارتفاع تكاليف السفر إلى الوجهات الأخرى غير الدول الأربعة التي لم تعد تسافر إليها. من جهة أخرى، لفت الخبراء إلى أن قطر تستورد نحو 90% من وارداتها الغذائية من السعودية والإمارات بشكل خاص، لافتين إلى أن القرار المفاجئ بالمقاطعة ظهرت آثاره واضحة خلال الأيام الماضية بتدفق الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر على المراكز التجارية الكبرى لشراء أكبر كميات من المواد الغذائية تحسباً لأي شح متوقع. وأكد الخبراء الآثار السلبية التي تخلفها المقاطعة على الاقتصاد القطري الذي بدأ يشهد تراجعات غير مسبوقة في العملة وسوق المال في خط متوازن مع خوف متزايد داخل الشارع القطري من نقص السلع الأساسية. ويأتي ذلك وسط محدودية البدائل التي يمكن لقطر اللجوء إليها لتلافي الآثار التي تخلفها المقاطعة على اقتصادها، حسب ما يؤكد الخبراء والذين أشاروا إلى انخفاض الريال إلى أدنى مستوى له خلال 11 عاما. كما شدد الخبراء على الاهتزازة الكبرى لجاذبية قطر بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية عن مقتل ضابط الشرطة وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي بقذيفة متفجرة استهدفت دورية أمن في حي المسورة بمحافظة القطيف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس. وأضافت الداخلية أن الحادث أسفر عن مقتل الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن حالتهما الصحية مستقرة.
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي أجرت عليها تغييرات طفيفة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم الغالبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة. وعينت رئيسة الوزراء داميان غرين وزير العمل والتقاعد السابق نائبا لها بصفته وزير دولة أول. وعينت وزير الخزانة ديفيد غوك خلفا لغرين، بينما تسلم رئيس مجلس العموم ديفيد لينغتون وزارة العدل خلفا لليز تروس. أعلنت الشرطة الألمانية الأحد أنها لم تعثر على متفجرات داخل طائرة تابعة لخطوط إيزي جيت هبطت اضطراريا ليلة السبت في كولونيا غرب ألمانيا بسبب حصول محادثة مشبوهة بين 3 ركاب بريطانيين على متنها تم اعتقالهم لاحقا. وقالت شركة الخطوط الجوية أن الشرطة الألمانية أفرجت عن الركاب 3 وأن أي منهم ليس معروفا لدى أجهزة الأمن. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل. أنشطة وزارة الثقافة المصرية لمكافحة الإرهاب في شهر رمضان. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا مع صحيفة الغد الأردنية التي عنونت سامسونج تطلق شاشة كمبيوتر بمواصفات غير مسبوقة. كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن شاشتها الجديدة GHC90 الأولى من نوع سوبر ألترا وايد بحجم مذهل يبلغ 49 بوصة، مما يجعلها أعرض شاشة كمبيوتر في التاريخ. وتأتي الشاشة بشكل منحني يساعد المستخدم على رؤية أطرافها بيسر ودون حركة مستمرة للرأس من جهة إلى أخرى قد يسبب إزعاجاً. صحيفة القبس الكويتية عنونت اكتشاف هيكل عظمي لديناصور طوله 8 أمتار. عثر في جبال جزيرة هوكايدو اليابانية على أكبر هيكل عظمي متحجر لديناصور يقدر عمره ب 72 مليون عام ويبلغ طوله 8 أمتار. وأوضح الخبراء أن العثور على هياكل عظمية بهذا القدر من الكمال يعد أمرا نادر الحدوث، حيث ضم الهيكل العظمي المتحجر 190 جزءا، ما مكن العلماء من إعادة بناء شكل هيكله الحقيقي. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت واتساب يطلق ميزة جديدة لاستعادة الرسائل بعد إرسالها قريبا. تعتزم شركة واتساب إصدار تحديث جديد لتطبيقها خلال الفترة القادمة يضم ميزة ريكول، والتي تسمح للمستخدمين باستعادة رسائلهم مرة أخرى بعد إرسالها. وكان من المتوقع أن تصل تلك الميزة خلال تحديث واتساب الأخير، ولكن هذا لم يحدث. صحيفة القدس عنونت اليوم إنجاب الفتيات يطيل العمر. كشفت دراسة بريطانية حديثة أن إنجاب الإناث يطيل عمر الأب ويدخل الفرحة، إذ يزيد متوسط عمر الرجل بواقع 6 أشهر مقابل كل أنثى ينجبها. وصحيفة البيان الإماراتية عنونت بذور العنب تمنع تسوس الأسنان. اكتشف باحثون أمريكيون أن مركباً طبيعياً مستخلصاً من بذور العنب يمنع تسوس الأسنان أو فقدانها، كما يقوي حشوات الأسنان. وأوضح الباحثون أن المركب المستخلص من العنب يقوي عاج الأسنان. تسعى الدول إلى محاربة الإرهاب بالأساليب المختلفة ومن أهمها القوة الناعمة. لذلك قررت وزارة الثقافة المصرية استغلال شهر رمضان الكريم بالاعتماد على الإبداع لمواجهة التطرف الفكري من خلال الأنشطة الترفيهية المختلفة. نتابع. في شارع المعز، أحد أشهر الشوارع الأثرية في العاصمة المصرية القاهرة، ينشد محمد بصوت عذب مع فرقته التي تجوب محافظات مصر ضمن أنشطة وزارة الثقافة في شهر رمضان الكريم. يرى محمد أن الابتهالات هي وسيلة روحية لتنقية النفس من الشرور ونشر الفكر الوسطي.
الإنشاد إحساس وتلاعب بالنغم، يعني ده غذاء الروح لكل محبين الإنشاد الديني والابتهالات الدينية. فرقة محمد واحدة من عدة فرق تشارك هذا العام وزارة الثقافة في سعيها لمواجهة التطرف والتشدد من خلال فعاليات ثقافية وفنية متنوعة. بدأت هذه الأنشطة في الخامس من رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم، وتقام بالمجان للجمهور في المواقع الثقافية المختلفة. تلقى هذه الأنشطة إعجاب الجمهور. هو بصراحة بتخلي الواحد بيقف كتير مع نفسه، وبتخلينا العودة إلى الله والسلامة مع النفس، يعني بتخلي الروحانيات تطغى على الماديات، بتخلي حتى العاق بيتوب وبيرجع تاني وديع. القوى العسكرية ليست الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب، فالأنشطة الثقافية والفنية هي قوة ناعمة أيضا تساعد على نشر الفكر المعتدل. لذلك حرصت وزارة الثقافة هذا العام على استخدام الأنشطة التي تناسب كل الأعمار لتفعيل هذه القوة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. في مجال الورش الخاصة بما يسمى بمرحلة الطلائع أو الشباب، ده بيتم تقديم لهم أنشطة محببة لهم هم شخصيا. هناك في بعض المدربين تمام بيقدموا الفكرة الفنية بتاعتهم من خلال الورش، وبيبقى موجود ايضا محاضر عادي جدا ضمن المجموعه الموجوده، فهنا بيبقى بيفتح حوار مع الشباب بطريقه غير بيخليهم هم اللي يتكلموا. يأمل محمد ان يصل بصوته وبإحساسه الى الجميع، وان يساعده فنه في نشر الخير. آلاء نبيل، اخبار الان. أظهرت دراسة إسبانية حديثة أن ممارسة الرياضة البدنية أثناء فترة الحمل وبعد الولادة وسيلة آمنة للحد من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، وأثبتت النتائج أن ممارسة النشاطات البدنية أثناء فترة الحمل ساعدت بشكل كبير على تحسين الحالة النفسية للسيدات، وهو ما انعكس عليهن بعد الولادة. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. قوات الأسد تقصف أحياء درعا بقنابل النابالم الحارق. القوات العراقية تصل إلى حي باب سنجار المحاذي للموصل القديمة. بعد قطع العلاقات الاقتصاد القطري نحو المجهول. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.